ثم بعد ذلك من طنجة أصبحنا بما أنه الحزب الاستقلال يعني كان يكره أو قيل لنا ثم أنه عشنا أنه كان يكره الريف ويكره الدكريم ويكره كذا، منا مباشرة إلى الحزب الانفصالي اللي انفصل عن الاستقلال اللي هو الحزب الوطني للحكومة الشعبية. في هذا الحزب كرهونا في الجيش، كرهونا في البوليس، يعني جعلوا الأمن والجيش إضافة إلى النظام السياسي هم أعداؤنا، هم المجرمون. وكانوا مش يلخنون أثناء الحضور معهم، يمجدون الثورة الجزائرية، يمجدون البلبلة، يمجدون أكثر من أي شيء آخر. هنا تولد عندي وخاصة بعد حرب 63 ما يسمى بحرب الرمال، تولد عندي وعند كثير من الشباب الأصدقاء اللي كنا في الليسي، تولد عندنا شعور بأنه يجب أن نهاجر، أن نذهب إلى بلاد الثورة، أن نذهب إلى حيث الديمقراطية، أن نذهب إلى حيث الاشتراكية، أن نذهب إلى حيث العدالة، أن نذهب كذا. ففي سبتمبر، في شتنبر 1964 هاجرت إلى الجزائر مع مجموعة من الأصدقاء وأقمنا في الجزائر. استقبلنا استقبال حسن من قبل قادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي كانوا في الجزائر، ومنهم حميد بن راضة وآخرين من الحزب. وسكننا في الحي الجامعي للجزائر العاصمة ديال جامعة الجزائر. أنا لم تكن عندي بكالوريا، هاجرت قبل البكالوريا. فحينئذ قضيت بعض الوقت داخل الحي الجامعي ثم أصبحت معلما، ولكن لا يهم أنني أصبحت معلما ومستقلا. يعني أتذكر المعلومات اللي أو مدى الوعي، مدى الإدراكات، مدى الفهوم التي أعطيت لنا من خلال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. هنا إذا سمحت اكتشفت، وللأسف الشديد أقول اكتشفت وللأسف الشديد، أنه عندما غادرت المغرب سنة 64 تركت في المغرب ملكا واحدا، وعندما وصلت الجزائر وجدت نفسي أمام ملوك كثر. فتأتهت ضعت، وزاد ضياعي أكثر في سنة 65 عندما قام بومدين بالانقلاب على البلبلة. جاء أناس كثير من المناطق لما عرفت ماذا يجري. جاء اثنان من أبناء عبد الكريم الخطابي من القاهرة إلى الجزائر العاصمة. طبعا بما أنني من الريف وبما أن عاطفتي الأولية طبعا نحو عبد الكريم، ذهبنا أنا وآخرون اللي هما من أصول ريفية ومن تطوان ومن جبالة لزيارة أولاد عبد الكريم. وكانت هذه الزيارة منهم عبد السلام ومنهم سعيد بن عبد الكريم وعبد السلام بن عبد الكريم. هذه الزيارة جعلتنا في نظر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وفي نظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بأننا خونة، بل أكثر من ذلك، بل أننا انفصاليون. أنا اليوم ذاك يعني كان عمري 20 سنة، تساءلت كيف يمكن للإنسان أن يكون خائناً، عميلا، خائن بمعنى خائن للحزب، خائن للحزب بمعنى عميل للمخزن. كيف يمكن يكون الإنسان عميلا ويكون انفصاليا؟ هذه مرحلة أساسية بالنسبة إلي اللي تكونت عندي، أصبحت عندي رغبة باش نعرف من أين تكونت الأحزاب المغربية وما هي إيديولوجيتها وما هي مبادئها وما هي أهدافها
وما هي العلاقة التي مثل خاصة الاتحاد الوطني للقوى الشعبية كانوا يمجدون عبد الكريم، ولكن عرفت أنه كان يمجدونه من أجل السيطرة على الناس وليس على تطبيق أفكار عبد الكريم أو العدالة التي كان وسيلة وسيلة وليس العدالة التي كان ينادي بها عبد الكريم أو الديمقراطية التي كان يعمل من أجلها. وفعلا أكتشف وللمرة الأولى أكتشف هذه الصدمة التي صدمت بها في الجزائر، مع العلم أنك هاجرت إليها انطلاقا من الذي كان يقال عندما كنت في المغرب، في الوقت اللي كنت في المغرب، أنه كانوا تيمجدوا الثورة الجزائرية الديمقراطية الجزائرية، وهذا هو اللي اعترك ذاك الحماس باش تمشي للجزائر، وأصبحت بعد ذلك متهمون. نعم كثيرون، نعم متهمون بالعمالة وبالانفصالية. الكثير من الكتاب، من الباحثين، من السياسيين يقدرون الكثير من أعمالك، من دراساتك، من بحوثاتك حول حرب التحرير الريفية. السؤال الذي أطرحه عليك، كيف ابتدأ اهتمامك بتاريخ منطقة الريف، وكيف تطور إعجابك بمسيرة محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ على كل حال، قبل أن أجيبك على هذا السؤال، أريد أن أشير إلى نقطة، أن الصدمة الثانية لم تكن من الاتحاد الوطني للقوى الشعبية فقط أو الاتحاد الطلبة، كان من الثورة الجزائرية، من النظام الجزائري، لأن لم تكن هناك لا اشتراكية ولا عدالة ولا ديمقراطية، كان هناك نظام ديكتاتوري، كان هناك نظام عسكري ونظام يعني يمكن أن يعطي الرشوة لكل المجتمع حتى يبقى هو يحكم، ونظام كان يجعل الناس يعيشون في فقر دائم. جميل، قد نعود إلى هذا في موضوع آخر، ولكن كيف بدأت؟ إذن الاتحاد جعلني أفكر في عبد الكريم كما أفكر في الأحزاب، ما العلاقة؟ ماذا يربط؟ فوصلت إلى شيء في ذلك الوقت وأسجله الآن بالكثير من الاعتزاز، أن هناك فرق كبير ما بين الأحزاب السياسية الوطنية وما بين الحركة الوطنية التحريرية. عبد الكريم كان يحرر وهؤلاء يمارسون السياسة، والسياسة التي يمارسونها أو التي مارسوها هي أقرب إلى البوليتيك وليس إلى البوليتيك. لا بوليتيك سي سيونس، علم عندها أبعاد، عندها يعني شيء عظيم. لا تستطيع أمة عظيمة أن تعيش بدون سياسة، ولكن الاستبداديون، الدكتاتوريون، الشعبويون يعيشون بالبوليتيك. البوليتيك تساوي باللغة المغربية تحرميت أو الحيلة، حيل. بدل ما تعمل سياسة تعمل حيل، كيف تستخطب الناس، كيف يجعلونك زعيما، يجعلونك ملكا بدون ملك. هنا بدأت أفتش من هو هذا عبد الكريم الذي يكرهه حزب الاستقلال، من هو عبد الكريم الذي يكرهه الاتحاد الوطني للقوى الشعبية، من هو عبد الكريم الذي لا يذكر رغم ما ترك من أمجاد، ما ترك من أعمال، ما ترك من خطوات للتقدم، لا تذكره الأحزاب المغربية ولا النظام المغربي. إذن هذا كان سؤال يؤرخني وأنا أبحث. وإنما ذات مرة في سنة 67 كنت في فرنسا، في طريق يعني أتجول من مدينة إلى مدينة، وأقوم بالأوتوستوب، صادف أن أحد المواطنين الفرنسيين وقف عندي بسيارته، قال لي إلى أين؟ قلت له إلى أقرب مدينة.
قال لي انا غادي لباريس. قلت له يسعدني اني نمشي معك لباريس. مشيت معاه من ستراسبورغ، يعني 450 كيلومتر تقريبا او اكثر. مشيت معاه في الطريق، هذا الرجل رجل كبير كان في عمره شي 70 سنه ولا اقل شويه، بدا يحدثني عن خلي انت ماذا تفعل؟ قلت له طالب. قال لي من اين؟ قلت له من المغرب. مني من المغرب؟ قلت له من الريف. قال لي لا تقول عبد الكريم. قلت هذا يعرف عبد الكريم؟ من يكون هذا؟ قلت له انت من اين؟ قال لي انا كولونيل فرنسي قديم الان متقاعد. قلت له تعرف عبد الكريم؟ قال لي طبعا. قلت له كيفاش عرفته؟ قال لي لانني حاربته. قلت له حاربته وتتكلم عليه باحترام؟ قال لي لانه انسان بطل، انسان شريف. وراح يحدثني عن عبد الكريم. انا ذاك خجلت من نفسي، مثل ما يقول مثل مغربي لو تشخت الارض كنت مدخل فيها. هذا فرنسي يعرف اشياء كثيره على عبد الكريم، وانا مغربي ومن منطقه عبد الكريم ولا اعرف عنه شيئا الا الشيء البسيط. نعرف بان حزب استقلال يكرهه وحزب الاتحاد الوطني كذلك يكرهه. قررت في ذلك اليوم انني ابحث التاريخ وابحث في التاريخ. لماذا؟ لكي اعرف اذا السياسيين المغاربه علموني كيف اعرف علاقتهم بعبد الكريم. وهذا الفرنسي اخجلني انه يعرف عبد الكريم ولا اعرفه. فذلك كان حافز، ذلك كان حافز اساسي ورقم مهم جدا منذ ذلك التاريخ، وانا ابحث عن عبد الكريم في مختلف المصادر والمراجع.